اول حاجه ما شنو هي الفائده من هذا الشيء اللي انت غادي فيه؟ شنو هي الفائده اللي غترجع لك؟ شنو هي؟ غتسرق غيشدوك غترجع الناس فلوسهم وغتدوز الحبس. شنو هي؟ غتضرب بنادم غتدخل الحبس حيت نتايا كون كان باك لاباس عليه امك لاباس عليها وغيكونوا بعدا تيخافوا عليك وغيعلموك. اذا باك ما عادوش فوقيت اللي خصك تخدم كتنوض دير المشاكل وتزيد دير تجيب له العار وتزيد تزيدو هم على هم. ما كتفكرش في هذا الشيء هذا. الميمه الحنانه اش الميمه الحنانه وكون كانت هذيك الميمه حنانه وكتفكر ليها وكاع ما غادي تجرجرها صاحبي ما تجرجرهاش الحباسات مسكينه وبقات تمشي تخدم في الديور باش تجمع عليك وماشي عيب تخدم في الديور ولكن خدامه ماشي باش تحسن المستوى المعيش ديالها حيت هي الجلابه النهار اللي ولدتك بها باقا بها الى يومنا هذا ما تزاد عليها والو فكرت انك غتولدك وغادي تعاونها صدقتي نتايا معاون الزمان عليها معاون عليها الزمان ها هي غادي تخدم ما تلقى مسكينه كتحرم راسها وتجيب لك نتايا الوالده بقات في الوالده راه بقات انك انت تعاونها بقات انك بارك الله فيك انك تصون هذيك الام اللي ضربت عليك تماره غلطتي مره غلطتي جوج وصافي يا صاحبي صافي جمع راسك انا دابا دوك الصحاح اللي كتشوفهم في الحومه داخلين في سوق راسهم عندك صحابك راه خايفين منك عندك صحابك راه خايفين منك هذوك اولا تيخافوا من الله تبارك وتعالى ثانيا تيخافوا من الصداع ثالثا وهذه اللي بغيتك تفهمها اخويا المشرمن ثالثا هذاك الصداع اللي انت كتقلب عليه عندهم هما ما يستاهلش يدبزوا عليه.